ولمزيد من المتابعه بينضم الينا الان من بيروت احمد سنجاب مراسل القاهره الاخباريه. اهلا بك احمد ومرحبا، ولو تطلعنا في البدايه عن مزيد من التفاصيل حول هذه الزياره وايضا شكل الجدول المحدد لها اليوم. نعم، تحياتي لك. في البدايه بالفعل بدات الزياره لرئيس مفوضيه الاتحاد الاوروبي والرئيس القبرصي الى العاصمه اللبنانيه بيروت، وكان في استقبالهما في السراي الكبير مقر الحكومه اللبنانيه رئيس حكومه تصريف الاعمال اللبنانيه نجيب ميقاتي، ثم كانت هناك مراسم استقبال رسميه في السراي الكبير، ثم بعد ذلك لقاء ثلاثي جمع رئيس حكومه تصريف الاعمال والرئيس القبرصي ورئيسه المفوضيه الاوروبيه، ثم اجتماع موسع بحضور الوفود، ويجري حاليا الاجتماع الموسع بحضور الوفود سواء وفد الاتحاد الاوروبي او الوفد القبرصي او ايضا ممثلين عن الدوله اللبنانيه. ربما الهدف الاساسي من هذا الاجتماع هو بحث ازمه النزوح السوري الى لبنان في ضوء انعكاسات او تداعيات هذه الازمه، وهي الهجره غير الشرعيه التي اتجهت نحو اوروبا على مدار الاشهر القليله الماضيه. هذه هي الزيارة الثانية للرئيس القبرصي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في أقل من شهر، حيث سبق أن زار العاصمة اللبنانية بيروت في الثامن من شهر إبريل الماضي. تركزت المباحثات حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية إلى قبرص. التقارير ووفقا لتصريحات وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن هناك أكثر من 4000 شخص خرجوا من الأراضي اللبنانية باتجاه قبرص على مدار الأشهر القليلة الماضية، فبالتالي كانت هذه الأزمة أو كان هذا الملف هو سبب في أزمة دبلوماسية. وفقا لتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه كان سبب في بوادر أزمة دبلوماسية مع قبرص. فكانت زيارة الرئيس القبرصي إلى العاصمة بيروت في الثامن من شهر إبريل الماضي، طرح لبنان خلال هذه الزيارة أزمته التي تعد الأزمة الرئيسية أو السبب الرئيسي لأزمة الهجرة غير الشرعية، وهي الوجود السوري في لبنان والنزوح السوري في لبنان وكيفية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم وإلى المناطق الآمنة في سوريا مرة أخرى. فبالتالي عاد الرئيس القبرصي بوعد أن يتحدث مع الاتحاد الأوروبي في كيفية سبل دعم لبنان لضبط حدوده أولا، والأمر الثاني هو كيفية حل أزمة النزوح السوري ودعم الورقة والطرح اللبناني في حل أزمة النزوح السوري في لبنان. فكان بناء على هذه المناقشات الأولى تأتي هذه الزيارة التي تجري الآن في مقر رئاسة الحكومة اللبنانية، وبعدها ينتقل ضيوف لبنان إلى مقر رئاسة مجلس النواب عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لبحث ذات الأمر، وبحث أيضا سبل دعم لبنان لضبط حدوده أولا ودعم لبنان من أجل عودة النازحين السوريين وفقا للرؤية اللبنانية. يعني فيما يتعلق بهذين الملفين أحمد، فيما يتعلق بملف الحدود الجنوبية للبنان أيضا واشتعال الأوضاع هناك، ما هي، هل كان هناك أطروحات فيما يتعلق بهذا الملف بالتحديد؟ بالتأكيد هناك تأكيد من قبل قبرص ومن قبل الاتحاد الأوروبي على دعم لبنان ودعم استقرار لبنان ودعم عودة الهدوء والاستقرار والأمان مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني، وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي يشارك في ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. هناك أكثر من دولة أوروبية تشارك، بالعكس بل إن ثاني أكبر قوة موجودة وعناصر مشاركين في قوة اليونيفيل هي من الاتحاد الأوروبي، وهي الكتيبة الإيطالية وأيضا الكتيبة الفرنسية بها أكثر من 800 جندي في الجنوب اللبناني. فبالتالي من الشغل الشاغل للاتحاد الأوروبي في لبنان هو كيفية عودة الهدوء، ولكن هناك ورقة فرنسية طرحها وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته للبنان يوم الأحد الماضي، وربما تلاقي هذه الورقة قبولا كبيرا لدى الأوساط اللبنانية سواء الأوساط الرسمية أو أيضا أوساط حزب الله الذي يقوم أو يقود المعارك والعمليات في الجنوب اللبناني، المعاملات المتبادلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي هناك تعويل كبير ودعم من قبل سواء الاتحاد الأوروبي أو من قبل قبرص لهذه الورقة الفرنسية من أجل عودة الهدوء مرة أخرى إلى الجنوب اللبناني. فبالتالي بالتأكيد ملف الجنوب وعودة الاستقرار إلى الدولة اللبنانية من أولويات هذه الزيارة ومن بين الملفات التي طرحت سواء في الزيارة الأولى للرئيس القبرصي إلى العاصمة اللبنانية بيروت أو خلال هذه الزيارة. من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا لوجودك معنا.